هو يبدأ طبعا كيف اني تخيلته الشطر وكيف اني كتبته. هو يبدأ الشطر في الغالب، يبدأ البرنامج في انك تكتب الشطر من الساعة 4. انا ما كتبته الا الساعة 5، يعني ما كتبته الا انا مفكر ومنقح ومخالص من الموضوع هذا. في ناس يستعجلون يكتبون 4 و4:30، لازم انك تنقح وتكتبه حتى لو انك فاخر الوقت.